الاستاذ الكردي ماضي عليه في 29/8 او 29/8. ايه الفتره الطويله دي؟ هل دي كانت فتره زي ما هو قال في الخطاب انه ده تم في 20 يوم بالظبط او 27 يوم تحقيقات؟ هل حصل فيها تحقيقات بالفعل ولا ده خطاب روتيني؟ هم مع مين؟ معنا على الهاتف الدكتور عادل رضوان، وكيل اول الوزاره، رئيس جهاز الرياضه. يا دكتور عادل مساء الخير. الخير يا ابراهيم بيه، ازاي صحتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عادلي. تحياتي لحضراتكم وخالص تقديري واحترامي ليكم. ولحضرتك حق التوضيح كما شئت، تفضل. انا هبدا من اللي حضرتك قلته دلوقتي. ليه الجواب اتاخر ل 29/8؟ انا ليه 29/8؟ لان الامر بعرض على اللجنه القانونيه، دول اربع مستشارين من خارج الوزاره بيدري، هم اللي بيروح لهم الموضوع وبيجي لنا الراي. النقطه الاولى، فطبعا ده بيتاخر مش عندنا احنا. انما النقطه الثانيه، حضرتك بتتهمنا بالجهل، حضرتك بتقول ان احنا ناس جهله باللوائح. لا لا لا، جهل بلائحه نظام اتحاد الكوره يا فندم. انا كتبت النص اللي جالي من استاذ سالم الشمسي. استاذ سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز، جالي من بره مصر، صاحب نادي بيراميدز. صاحب النادي. طب هو ايه علاقته بانه يكتب النص يا دكتور عادل؟ ما انا ما اعرفش بقى، مع شكوى جايه من دوله ثانيه. لا يعني انا مش فاهمها، يعني اللي قدم الشكوى نادي بيراميدز يا فندم الاستاذ سالم الشمس يا فندم. اوكي، انتوا حققتوا فيها؟ ما حققناش يا فندم، ولا نقدر نحقق. المستشارين حققوا؟ ولا حققوا يا فندم. طب الله، لما ما حققوش يقعدوا كل ده ليه؟ احنا حضرتك طلع لي، هو حضرتك لما جه لك جواب حضرتك واضح انه سيادتك مش معني بيه. طلع لي يا فندم يا عادل بيه، طلع لي لفظ يقول كلمه تحقيق. لا، مكتوبه بالنص يا دكتور. مين يا فندم؟ انهي لسيادتكم في البيان. اتشرف ان انهي لسيادتكم موافقه الاستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضه على ما انتهى اليه راي اللجنه القانونيه بالوزاره. فين التحقيق؟ فين كلمه تحقيق؟ طب راي اللجنه القانونيه قالت روحوا الشكوتين البندين دول مجلس اهل الاعلام والاتحاد الكوره. شكرا. هو حضرتك انا لا اجرؤ. طب اولا عادل بيه دخل بالنادي الاهلي في حياته؟ احنا اتهمنا ان احنا بنعمل دهاليز يا ابراهيم بيه، وانت تعلمني تماما بقالي 34 سنه. انت صديق عزيز يا دكتور، انت صديق عزيز، ده ملهاش علاقه بالموضوع. وانا يعني مش كده، ما عنديش معيارين. لكن خلينا نبقى متفقين على ثلاث نقط. النقطة الأولانية، أنت بتقول لحضرتك إن تم عرض الأمر على مستشارين في الوزارة، ثلاث مستشارين. تمام. السيد المستشار اللي تتعرض عليه حاجة زي كده، مبدئيا احنا مستقرين على انه ما انتش بتحدد جهه الاختصاص، انت كوزاره ما انتش مختص. بص حضرتك، لو بصيت على يمين الجواب هتلاقي قيمه المستشار محمد دياب. ده نائب رئيس مجلس الدوله. تمام. ما اقدرش اطلع راي مخالف لل... هو هسال حضرتك يا عادل بيه سؤال. اتفضل يا فندم، اتفضل. هي الوزاره معنيه بمثل هذا النوع من ال... خالص. لا بس خالص. كويس. تمام. طيب لما يجي لها من اي جالها من النادي الاهلي. خلاص، جواب بهذا المعنى، وجالها كتير على فكره وما تردش عليها، لا في شهر ولا في 20 شهر. تمام، واخد بال حضرتك؟ فتقوم جواب بدل ما يترد عليه في ساعتها ويرد الى اصحاب الشأن ليس من اختصاصنا. هل انت المفروض توجهه ولا تقول له هذا ليس اختصاص الوزاره؟ المفروض اقول زي ما حضرتك بتقول كده في ساعة ما استلمت الجواب. ايه اللي ودى الجواب شؤون قانونية؟ هو ده محتاج شؤون قانونية؟ ايه اللي وداه شؤون قانونية؟ هو راح له يا فندم، اتحول له. مين؟ انا اللي بحوله. مين اللي حوله؟ هو جاي برسم معالي الوزير، راح لمين؟ للمستشارين. يعني هل السادة المستشارين هم اللي قالوا، معلش استنى، هم اللي قالوا الجزئية الأخيرة إن احنا تم مخاطبة اتحاد الكورة لموافاتنا بما تم في لجنه التظلمات؟ يا فندم احنا بنقف على احداث حضرتك، قلت لحضرتك على يمين المستشار محمد دياب ماضي. عموما اي حد قانوني يذكر واقعة زي ديت، اذا اعتبرنا ده خطا في الصياغه، انا حضرتك خطا في الصياغه، انا راجل. هو كل مره خطا في الصياغه، في الصياغه على حساب النادي الاهلي. يا عادل بيه، وقعه اتحاد الكوره والمدير التنفيذي وارساله خطاب انتزع منه بند إمكانية أن ينظم النادي الأهلي هذه المباراة بتاعت ويتقال خطأ
وسهو. سهو ايه ده؟ انت غيرت في الاستراكشر وبناء الخطاب وحولت بقيه الخطاب للوزاره. تطلع من الوزاره عادل بيه لجنه وتحقق وتقول ثبت ادانه المسؤول التنفيذي في الاتحاد عن هذا الموضوع، ولكن الوزاره مش مسؤول عن انها تسال. النهارده في هذا الموقف تقول له بقت مسؤوله وعايزه تعرف ايه اللي تم. وانا قلتش مسؤوله، اقول له بقول له وافيني لو عندك احداث قول لي عليها بس. ما انا قلت لك اهو، قلت لك حدث اهو. انا كلمت معالي الوزير ايام ماتش الوداد وقلت له يا فندم انت طلعت مشكورا لجنه حققت حصل، وطلعت بيان قلت ثبت خطا فلان الفلاني في اتحاد الكوره وتوقفت. ثم ماذا؟ قال خلص دورنا. قلت له ازاي خلص دورك؟ مش نعرف ايه اللي حق النادي الاهلي مين هجيبه؟ قال مش اختصاصي. طب يا فندم يعني مش هتسال اتحاد الكوره ايه اللي تم؟ قال لي مش اختصاصي. تمام. دلوقتي بقى اختصاصك اما يجي لك تليفون لمعالي الوزير يروح يتحقق لناس ممكن من بعديها بساعه يقولوا له يا فندم الجواب ده جاي لنا ليه؟ مش يستنى في توقيت معين عشان يبان. عدل بيه مين اللي جاله تليفون؟ انت قلت ان الوزير جات له الشكوى وهو بالتليفون. جاله جواب رسمي. جاله جواب مباشره. انما ما فيش تليفونات جات يا سيدي. جاله وهو جات له الشكوى. جات له الشكوى تمام. ما يترد عليها في ساعتها؟ احنا مش جهه اختصاص. ما احنا يا فندم راحت المستشارين. المستشارين ايه اللي يوديها؟ على فكره يا دكتور عادل، على فكره اللي بوديها عدل بيه. على فكره بس عشان الفني بيودي. تمام انا فاهم قصد حضرتك. على فكره اي مستشار قانوني او اي مسؤول قانوني لازم يبقى عارف انه لجنه التظلمات في اتحاد الكره لا تعقيب على قراراتها حتى من قبل مجلس اداره الاتحاد. دي مستقله تمام، دي لجنه قضائيه قانونيه مستقله. فاي حد حتى معلش مستشار قانوني رئيس مجلس معرفش رئيس محكمه، لائحة اتحاد الكرة الصحيحة والصريحة بتقول كده، لا الوزارة ولا الوزير ولا جمال علام ولا اتحاد الكرة المنتخب معقب على قرارات لجنة التظلمات. تمام. إلا الدرجات الأعلى في التقاضي. أنت هي كمان لجنة التظلمات هي آخر لجنة عندهم. لا يا عايز يروح الاتحاد الدولي هو حر. خلينا يا فندم أوضح جزئية. إحنا نبهنا على مديرية الشباب والرياضة لأن هي الجهة الوحيدة التابعة ليا اللي بتخاطب الأندية، ده لازم أخاطبها عن طريق المديرية. على نادي بيراميدز تحري الدقة في مثل الجوابات الصادرة عن الوزارة وعدم المزايدة في استخدامها. ده جواب جديد يا ريس. دي نقطة مهمة بقى. وأنا بقول لسعادتك دي نقطة مهمة لأن هم الحقيقة هم اللي سربوا ده. استخدموه بطريقة إعلامية، استخدموه بطريقة لصالحهم. لا يا فندم، إحنا عندنا استعداد نقف قدام أي حد إن تم إساءة فهم الخطاب. ده كلام جديد. يبقى احنا نخلص في هذا الامر يا عادل بيه عشان الناس تبقى معانا الى عده حقائق. ان الخطاب ورد مباشره الى مكتب معالي الوزير من مالك بيراميد، وان معالي الوزير قد احال الموضوع الى اللجنه القانونيه اللي اجتمعت بعديها باربع اسابيع عشان تاخد قرار وتقول روحوا ده مش بتاعنا بس روحوا الجهه الفلانيه. وده كل ده يعني احط لك كذا علامه استفهام في كذا نقطه. لو عندي من 2/8 هاخره لل 29/8. ايه الرد من 2/8؟ لا ما انت مش عندك الرد بس عندكم الشكوى، عندكم الجواب من الاول. عندنا يا فندم الشكوى، ما الشكوى لازم اليات الاليات يا ريس. الاليات يا ريس اتفضل، مش محتاجه انها تتحول يعني. خلاص احنا توقفنا للامر بتعليمات من معالي. انت قلت كلمه كويسه جدا، مش 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 بنتصيد لكن وهنقبلها تمام، لانها بتحل الموضوع. وده شجاعه من معاليك انك تقول خطا في الصياغه، هنقبل خطا الصياغه ونعتبره حسن نيه يا فندم. والجزء الاهم انا بحلف بالله ثلاثه، والله 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 الصياغه تم اتاه اتهامها. تمام وتم التأكيد على مديرية بني سويف، أو تم توجيه اللوم لمديرية بني سويف إن هي سربت هذا الخطاب. يا فندم لما أبقى قاعد في وسط ولادي، ولادي ظباط، يتقال يا بابا أنت توبخت.
لا 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 الله. طب ما احنا ده موضوع حصل لنا يا ريس، واحنا ناس برضه، ده احنا اتحلنا والله، احنا ناس ولاد ناس يا جماعه. انت ابن ناس يا فندم، وقيمه وقامه، انت ليك معزه انت والاستاذ ابراهيم، وانت ليك التقدير الكبير يا دكتور يعني عادل. احنا نشكرك على حرصك. أولا أنا سعيد أولا للأزمة دي إن أنا سمعتني صوتك بعد سنوات طويلة الحقيقة. أولا يا فندم أشكرك على حرصك، على التوضيح، على شجاعتك. لما يخطأ يقول إن هو أخطأ. بالظبط، على شجاعتك. قلنا المدير مديرية بني سويف لا، بيراميدز ما يستخدمش الجواب ولا يشيد بيه. طب احنا هندور على جواب ده برضو عشان ننشره. حاضر يا فندم. هندور على صورته، اعتقد ان احنا سهل نلاقيها باذن الله. وجهه نظرك وضحت يا دكتور عادل. لحد يا فندم والله. وتحياتنا. وجهه نظرك وضحت. وتحياتنا لوزاره الشباب والعاملين بها. نتمنى ان نكون احد العناصر. انت وابراهيم بيه وعلى راسنا من فوق لو في اي. لا انا انت عارف تقديرك الشخص وعارف علاقتنا من زمان قوي يا دكتور. نشكرك يا فندم. مش هينقص من الامر شيء غير. لا 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 لا، بس احنا استغربنا بس، وحضرتك حليت الموضوع ببساطه جدا. لا يا فندم على راسنا. نشكرك. شكرا جزيلا للدكتور عادل رضوان، وكيل اول الوزاره، رئيس جهاز الرياضه. واعتقد الكلمه الاخيره هي دي حل الموضوع، انه مبدئيا نقبل فكره خطا في الصياغه او عدم دقه الصياغه، لكن كمان التنبيه واللوم على مديريه الشباب والرياضه في بني سويف اللي سمحت لنادي بيراميدز استخدامها، لانه الخطاب موجه لمديريه بني سويف مش لنادي بيراميدز، فانه يتم. لا بس يعني قالت له قول للشاكي، قول للشاكي على سبيل هو يعني. بص نرجع تاني نتكلم مديريه بني سويف، ما هي قصه بقى، عايزين نقفل الليله دي يعني. اتمنى ان تكون وضحت، لانها في الاول وفي الاخر زي ما قلنا في عنوانها. احنا يا جماعه والله ما عايزين العلاقات تتوتر مع حد، هي توريطه. هنعمل ايه بس؟ نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف بقى مين اللي هيتمسك من عظمه لسانه.